مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في نواحي مدينة الصويرة، بالضبط في المنزل اللي تزادت من فيه سامحة لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها وألمتهم بشكل كبير، وبالأخص الطريقة اللي كيتكلم بها الأب والحب الكبير اللي عنده مع الإبنة ديالو. مشاهدينا الكرام، سامحة اللي اختفت على الأنظار حوالي شهر، الأخ ديالها حسان ربط بيا الاتصال يوم فاق بكري، قال لي غديني للدار وغنمشي للبيت ديالها. هو الآن الأب في البيت ديالها، الوضع جد صعب. تبعوا معايا، عيطتي لي في الهاتف وقلتي لي راه الوالد مشى للبيت ديال سامحة وجلس ما بقى بغي يخرج. قال لي الصباح ناض مع الصباح، قال لي والو ديني للدار فين كانت عيش اختك، ديته تما جيتو دابا، راه قال لك ما غناكل ما غنشرب الا ما بانت بنتي، اللهم نموت ولا نبقى في هذه الحاله. وراه عارف التنسيو اللي ملي كنبدا نهضر معاه كيبدا يغوت، كيبدا يدير درت لي خاطر ما غاديش نقدر، انا ما عرفت واش نقابله هو ولا نمشي نقلب، ما عرفتش شنو ندير. هاد المنطقه شنو سميتها اللي حنا فيها؟ دوار عمارنا، جماعه سيدي محمد المرزوق. شحال كتبعد على صويره؟ 80 كيلومتر. 80 كيلومتر. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا مع الموضوع مع الاب ديال سامحة، تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، كما قال لي الاخ ديالها، هذا هو البيت ديالها اللي عشت فيه هنا فين كبرات. السلام عليكم الوليد، لاباس؟ انا جيت لعندك. كي داير انت؟ بخير الحمد لله. هاد الدار كنتي ساكن فيها الوالد هي هادي وتزدتو فيها ومشيتي للدار البيضاء؟ وزادوا عندي فيها 10 اللي زادونا، البنات 9 والدري هو 10. هادوك الدريات منهم سامحه اللي مشات ليا، وراه ما بقيت عندي لا دم صحيح ولا بنت، راني عدمت ومشيت في حالاتي، راه عدمت. انا ما غاديش نخرج تليت من هاد الدار تتبان لي بنتي. إلا تجي بنتي اليوم، إلا تجي غدا، تجي ميتة ولا تجي حاجة، رانا دمت ومشيت في حالاتي. دقيقة ما تليتش كليتو، أربعة شهر وأربع أيام اليوم، دقيق ما كناكلوش، رانا تقوت عب المولى شحريرة، وهاد الناس راح حقروني وتعدوا عليا، طلعت الله متناجع مام والدم. المعلومات اللي عندي بلا أنت عندك البنات توام. إيه، عندي البنات 3 توام. وعيشتهم مع بالكلايف، انا نمشي نخدم الدار البيضاء ونطيح النود وداكشي اللي كاين نصور ونصيفطو ليهم، تعاشوا. ها هي ولات عندها 32 عام وضيعتني في الحق ديالي وفي الحياه ديالتي، وتبعت سارح تاع الخلا كونوا عراجل بعدها. الوليد دابا هي هذا هو البيت ديالها. هو هذا سيدي، هنا فين زايده، هنا فين كل شيء، هنا فين كتحابط عليهم بحال الغراب، كاملين ينعسوا معايا هنا، ما كان ما يخرجوش. ملي مشات من المدينه تبعني هاد مسخوت الوالدين، ما عرفتوش من وين تسلط عليا. دعيتو الله والدم، دعيتو الله والدم، دافع واحد الدفوع طلع عند الله ونتخلص منه. ملي كنتو في صويره الوالد، نعم، كاين تما المؤسسات تاع الدوله، وكاين دابا جيتي للدار الباديه. هاد الدار دابا هنايا، وهنا ما عندكم لا فراش لا والو، وجالس هنا بوحدك. دابا تا حسان قال لي ما قدرت نقول ليه والو، طيح عنده المشكل ديال الطونسيو، قال لي وجالس ليا في هاد الدار ما واكل ما شارب. حاول انت زعما تعاوننا يا ربي تبان. وعلينا الخاطر، الله يجعل ربي ورجال البلاد وتبان لينا ان شاء الله. امال انا كنت سلتك وقعدت عانا، اللهم هاد البلاد ولا هذيك البلاد اللي تم، ولكني شكون ما يقعد معاك؟ هي فاتتني ولا داوها غبروها ولا قتلوها ولا لاحوها في البحر، شكون اللي عرف فين داروها؟ وهذا هو اللي مديها، راه ما كاينش شي واحد اللي عالم عليها انا واللي تبعها قدو هو. وانت اللي دابا غتبقى هنا الوالد؟ وانا بغيت نقعد هنا واخا نموت انا وحدي، نموت هنا في التراب تاعنا يردموني هنا، الله يجعلني نموت ونموت انا تاع الصباح. بل هنا؟ نعم. البنيه قرات؟ قرات. كبرات هنا؟ اييه، قرات في تفتاش، راه 6 سنين باش قراو. نهار بغيني ندفعو لمراكش ولا للصويرة، ما لقيتش باش نخلص لهم، وزدت بهم ديتهم الدار البيضاء كيصوروا دوك الريالات نخلصوا منهم الكرا وناكلوا منهم. هاد السيد اللي تسلط عليا طلع عند الله متناجى انا وياه، دعيت الله تبارك وتعالى ورجال البلاد. هو دابا اش كيجيك؟ نعم السي،
اش كيجيك هو؟ ولد عمك. ملي البنت ما بقاتش بانت هاد الشهر عمرو عيط لك وقال لك نقلبوا انا وياك ولا نعاونك ولا لا سيدي ديفاندي واش عمرو دواني ولا هدرني ترى نصلي معاه في الجامعه معاصر نصلي معاه في الجامعه عباد الله نصلي معاه في الجامعه يعلمني يقول لي ودي الدريه ما كذاك هذا الدريه هذا نعقل وملي تبعاتو كاع نقولو ويعلمني انا واش مازالت تدور بي درك مشى غبرها لاحه في شي غابه ولا في البحر وانا خلاني كنتزلف الدقيق ما تليت ناكلو راه غنكمل 40 يوم وقول غادي نموت صافي انا كي غادي ندير عباد الله الله يجعل البركه في جلاله الملك الله يجعل البركه في جلاله الملك باش ما حكم عليا لا نموت نموت لا هي حيه تجي لا كانت ميته تجي الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا احنا في عقر داريا اللي هي سامحه احنا في المنزل ديالها فهاد الغرفة هذه هي فين كبرات هي فين تزادت فهاد المنزل هذا الأب ديالها الله يسمح لنا من الوالدين يتحصر الإبنة ديالو اللي بغي يشوفها والأكثر من ذلك أنه عنده في أمنهم من البنات ديالو توام قال لي كنشوف صورتها وكنشوف الأخت ديالها قال لي اللي كتزيد تشعل فيا العافية مشاهدينا الكرام بوال هنا الله سبحانه وتعالى اللي أعلم بالوضع ديالو في خضم الموضوع تمنينا الطرف الثاني الذي هو موضوع النقاش حاليا طرف العائلة إذا كانت لك حسن نية لماذا لم تبادر في البحث عن هذه السيدة نحن نوجه التهام لأي أحد هذه أمور تخص مؤسسات مختصة في هذا المجال فيها أبحاث فيها تحريات فيها أدلة فيها نيابة عامة فيها قضاء وأمور أخرى ولكن دورنا هو إيصال الرسائل والحقيقة كما ينبغي شهر وأربعة أيام في نية سامحة لماذا لم تبادر بحسن نية من أجل الوصول لهذه الشابة في خضم الموضوع نعلم جيدا أنه انطلاقا من الصندوق الأسود واللي كان فيه هذاك الكلي اللي سمعت المكالمات وسمعت الرسائل اللي كيفاش كانت الرسائل اللي بينك معاها خدينا مجموعة من المعطيات لها صلة معك في علاقة والأسباب والمسببات الاختلاف علامة استفهام لماذا لم تبادر على وجه الله إذا كانت عندك حسن نية في الموضوع ساعد هاد العائلة هاد الأب كيتشوى على بنته عنده موليد واحد هذاك الولد عنده عائلة صغيرة النواحي ديال الدار البيضاء او في الطريق الى الرباط يعني بين الرباط والدار البيضاء اللي هي تمارا تيدير التجاره على قد الحال المحل ديالو سادو كيقلب صويره ما خلاو حتى بلاصه باش يوصلوا لهاد الشاب هادي باش يوصلوا للبنيه ولكن دور المعني اللي عنصر الشك عند العائله فيه في الموضوع لم يبادر باي خطوات ايجابيه الهدف فيها هو الوصول لسامحه الاب الان جالس في الدار ديالو قال لك انا كنشم بنتي هنا هنا تزادت هنا كبرت كاس هو الاخر ما كاينش في الدار والوضع ديالو الله اللي عال به الى متى سوف يستمر الوضع بهذه الطريقه وكذلك مره اخرى كنوجه النداء للمسؤولين مختصين في هذا الملف كل من ساعد او ساهم هذه هي الروح الوطنيه اللي نقلبوا بها على هذه البنيه لنا من المؤسسات صراحه ما يكفي اننا نوصلوا لها وعندي اليقين بحكم عدد كبير من الملفات اللي شيئا ما تتقارب او تتشابع مع مثل هذه الملفات نعلم جيدا المستوى لا الفكري ولا الامكانيات ولا اللوجيستيك اللي عند المؤسسات في المغرب للوصول الى سامحه ممكن طبيعة الحال يجينا الكرام النداء ديالنا لكل من ساهم في هذا الموضوع من أجل وصول الهدف لهذه البنية واش هي حية ولا ميتة ولا فين كاينة ربطنا الاتصال بالشيخ اللي هو معني في الموضوع وكان الجواب ديالو أنه وعدنا أنه غادي يعطينا مجموعة من المعلومات اللي كيقول بأنه ما عندوش صلة بتاتا بالاختفاء ديالها هذا أمرنا والحق بطبيعة الحال في الجواب ولكن هناك مجموعة من النقط في الموضوع فيها المساهمة البحث عن الشابة ماذا قدمت أنت في الموضوع لماذا لم تساهم بحكم الدم اللي بيناتكم لأنه هي العلاقة ديالو ديال هذه العائلة به
هو ولد ولد عمهم، نفس الكنية اللي عندهم. مشاهدينا الكرام، لازلنا ننتظر، هو تكلمنا معه في الهاتف ووعدنا بأنه غيربط بنا الاتصال وغيعطينا وقت أنه يناقش معنا هذا الموضوع لتنور رأي العام أكثر. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع دائما لهذا الملف، وسوف نبحث ما بوسعنا من أجل الوصول للهدف وفق داكشي اللي استطعنا بطبيعة الحال نوصلوا ليه، كما النداء اللي كنوجهوا للمسؤولين في الموضوع، سواء الضابطة القضائية في صفوف الدرك الملكي، وكذلك النيابة العامة مشكورة اللي عطات الأوامر ديالها اتخاذ المتعين في الأمر، اللي عطاته الضابطة القضائية من أجل الوصول المكان ديالها إلى توفقه بطبيعة الحال. نعلم جيدا أنه لنا من الإمكانيات ومن المؤسسات الأمنية ولا الدركية اللي قادرة تفك لغز هذا الملف. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص الاختفاء ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.